هللويا هللويا هللويا. خلينا نرفع كتبنا المقدسة مع بعض، خلينا نعلن سوا، جاهزين؟ ها؟ خلينا نقولها مع بعض. هذا هو كتابي المقدس، أنا أؤمن بكل وعوده الصالحة تأتي على حياتي، لا يوجد فيها تشويش، أنا جاهز كي أستقبل كلمة الإيمان التي تزرع فيا فتعطي ثمار 30، 60، و100. سوف أتغير بنعمة يسوع، سوف أتغير حقق كل مقاصد الله في حياتي. أشكرك اليوم يا رب من أجل يدك على حياتنا يا رب، أشكرك من أجل اسمك الذي يفوق كل اسم، القادر اليوم أن يقتحم بكلمتك إلى نخاع العظام وأن يميز بين الروحي وبين النفسي وبين الجسدي. تعال يا رب اليوم وعلمنا كيف نحيا بقوة كلمتك، بقوة روحك، ونحيا بنعمتك. هاللويا، مبارك أنت قدوس اليوم. امنع أي تشويش يا رب من هذه القاعة، تغطي هذا المكان، بصلي بالدم، حاطه بالملائكة سيدي، ما تسمح ولا أحد يخرج اليوم كما دخل، لكن يخرج وهو مخلص مشفي ومحرر باسم الفادي الحبيب يسوع. ودائما نتذكر أن نعطيك أنت وحدك كل المجد، أنت تزيد ونحن ننقص، أنت ترتفع ونحن ننخفض، ليس لنا فقط ليسوع، نعطي كل المجد. كل شعب الله يقول آمين ثم آمين ثم آمين. تفضلوا. هللويا هللويا. أعتقد بأنه بدي أشكر رب طبعا، ثمار صلوات كثيرة إن شاء الله رح يكون عندنا رئيس، بدي أشكر رب على كل واحد كان عم بيصلي في هذا الوقت من أجل هذا الموضوع. لكن خلينا نتذكر بأنه اتكالنا ليس على إنسان، اتكالنا هو على الرب. كم واحد بقول معي آمين؟ ومشان هيك كل إيماننا هو طبعا بأنه الله عم بحط الشخص المناسب بالمكان المناسب، وعنا كل إيمان بأنه الرب هو اللي عم بيعمل كل شيء في هذا التاريخ وفي هذا الوقت. حدا بقول معي آمين اليوم؟ وبساطت في حدا كان حاطط بوست اليوم هيك ريتو، وبساط فيه بأنه طلع رئيس نزل رئيس، لكن الرب بعده هو ملك الملوك ورب الأرباب دائما. ومشان هيك أنا اليوم بدي شجعك من كل قلبي أحبا، نتذكر دائما أنه أنا وياك يكون عيوننا على الرب وشايفين الرب وشايفين نعمته، لكن نفس الوقت نشكر الرب من أجل أخيرا رح نشوف بلاد طبيعية، يعني نشوف بلد طبيعي عم يرجع بيستقيم كل الأمور فيه بنعمة الرب يسوع، ونشوف إيد الرب عم تتحرك بكل مؤسسات الدولة لمجد يسوع المسيح. وطبعا نتيجة صلوات كثيرة، نتيجة أيام كثيرة بالصلاة عم صلي من أجل هذا الموضوع، لأنه منعرف بأنه فيه خير لبلدنا. وبدي أشكر كل واحد كان عم يصلي، ونكمل نصلي لأنه بداية كل شيء ببلش نهار التنين، مش بتخلص كل شيء نهار التنين. ونكون طبعا بهذا الوقت عم نشيل الرئيس العتيد طبعا بالصلاة أكثر وأكثر وأكثر. أنا شجعكم لفريق الصلاة نهار التنين كون عم صلي أكثر وأكثر، خاصة لهذا الموضوع بالذات. لكن طبعا بدي أشكر رب أيضا على الشيء اللي عم نعلمه في هذه الكنيسة في هذا الوقت. روح معي إلى كتاب روما، لأنه عم نحكي طبعا على الأشياء اللي جاية، لأنه الأيام الجاية عادة أنا تعلمت اللي حسب ما الأيام علمتني والخبرة علمتني والكتاب المقدس علمني، بأنه عادة ما الناس ما بتذكر الله غير لما بتكون بالمحن. أنتم ملاحظين؟ ملاحظين بأنه الناس عادة ما بتصلي غير لما بصير في عندها مشكلة عويصة ما بتلاقي لها حل غير بالصلاة. مظبوط، تبهتوا؟ عادة الأشخاص إذا أنت قادر تحلها عادة ما بتلجأ لحدا تاني، وعادة لما بتستنزف كل الحلول عادة ما بتلجأ للرب، وبتلاقي للأسف بأنه مثل الرب حاطينه جوكر في حال تزبطناها مش عايزينه، ودائما عايشين بأنه نحن مش عايزينه للرب، في حال عزناه بنبقى منعوزه، وعادة في حال هو ما استجاب بنعتب عليه نحن عادة، مش هيك؟ ومصير نحن كمان مننينه أنه نحن هلا عم صلي لك شو بك. وحتى شيء بضحك بأنه كم واحد منكم حاضر الفيلم تبع عادل إمام اللي شو كان هذا وقتها، مورغان أحمد مورغان، حدا منكم حاضر مورغان أحمد مورغان؟ مين حاضر هالفيلم؟ فائدك حاضر الفيلم، للي مش حاضر الفيلم، فيلم بضحك يعني مهضوم، بأنه رجال عنده كل السلطة وعنده كل المليارات، وحتى قال برطل كل مصر 95 مليون واحد برطلهم كلهم، ما بقى فيه غير بس بنت ما برطلة في كل البقال
قال له ما بقى في حدا غيرك البرتالون كله. ووقع بمصيبة. واللي بيضحك هون بالموضوع بانه بنته فاتت على المستشفى وقال له الحكيم انه ما بقى في مجال انه في بنتك هلا هي بمرض ما بعرف شو الى اخره. المهم انه هذا هو السيناريو. السيناريو بانه راح يشوف بنته شو بده يعمل لها. قام قال له الحكيم نحن شلنا ايدنا وبدك تتكل على الله. قامت هذه المره اللي هو مش قادر يبلطلها قالت له هلا بارتي ربنا اذا فيك. بعدين مشهد فرجونا اياه عم بيصلي وبيعطي الفقراء والمحتاجين. عاده ما الناس هيك انه انت انا وياك بنعتقد بانه بصلواتنا نحن من بارت الله. نعتقد انه انا وياك بعطاءاتنا باعمالنا الخيريه نحن عم من بارت الله، عم نلوي دراعه، عم نحاول انه نخليه يعمل شيء هو ما بده يعمله. لكن الشيء اللي الله عم بيدور عليه، عم بيدور الله على ناس تبني ملكوته. نعم جديد يا احبه، لانه الحكايه هي مش حكايه انه انا وياك عشنا 80 90 سنه. اليوم شفنا شخص من عمالقة الفن اللبناني 71 سنة مش كتير كبير ملحم بركات وانتقل من هذه الحياة. تعرف لما قعد فكر فيها بأنه الحياة بالحقيقة اليوم صار في حادثتين، حادثة كتير غريبة اللي هي أنه ملحم بركات انتقل، لكن الحادثة الثانية كمان الأغرب أنه نشوف حدا عمره 20 سنة وبهذا الوقت عم بيصاب بذبحة قلبية وعم بيموت. لو أنا وياك ندرك متى تأتي الساعة لكن عملنا حساباتنا بغير طريقة. لأنه بتعرف أنا وياك اليوم عم نعيش، بتعرف الأشخاص اللي بيعيش بيعتبر بأنه أنا عندي بعد كتير وقت، أنا عندي بعد كتير مجال أعمل بدية. بس تعرف ليك شو قال الكتاب المقدس؟ غدا تطلب نفسك منك. بس ما قال إمتى هذا الغدا رح يجي، ما قال. لو أنا وياك منعرف قال متى تأتي الساعة، ليك شو قال يسوع؟ قال لو عرف الإنسان متى يأتي اللص لسهرة. قال لكن الرب سوف يأتي، قال كما يأتي اللص بالليل. لك هذا التشبيه. ما حدا منا متوقع أنه بتعرف أنت نايم ومتوقع بأنه يجي شي واحد حرامي يجي يسرقك بالليل. ما حدا منا بينام وبيبقى كل الوقت قاعد هيك وحاطط بتعرف كيف. بتعرف في ناس يمكن بيعملوها ما بعرف، بس هاي بيعملوها بالجسد. بس تعرف مين منا متوقع متى يأتي الآتي؟ مين منا بيعرف قديش بعد عنده وقت يعيشه هون على الأرض؟ وأنا ما عم بحكي هذه الكلمات اليوم حتى لي خوفك أو حتى لي ازرع فيك اليوم القصص، لكن اليوم أنا عم حاول شيل عيونك طبعا عن هذه الحياة، لأنه أقول لك أنه بالحقيقة الغرض من أنا وأنت عايشين هون على الأرض هي مش بس أنه ناكل ونشرب وننام ونلتز ونعيش وإلى آخره. لأنه الكتاب المقدس قال هيك، قال إن الحياة أكثر من طعام، والحياة أكثر من لباس، والحياة أكثر من شراب. هذا مسمع علي اليوم. والحياة أكثر من هدول القصص، لأنه أنا وياك اختصرنا الحياة ببعض القصص، ومشان هيك صرنا عم نسخر الله باحتياجاتنا السخيفة. ما سمعون انه نحن بتعرف بنصير قايمين قيامه على الرب لانه ما اشترى لي سيلولار جديد، لانه الجاره عندها غساله احلى من غسالتي، لانه فلان اشترى تلفزيون احسن، وهداك حاطط سياره 4 امتار عم تلمع، وانا سيارتي دوز رينو دوز رايحه فيها التربيعه وبتطرطق بكل الحي والدخنه متلي الدنيا الى اخره. فتخيل بانه الله كل الوقت بس قاعد هيك فوق عم ياخذ الطلبات، يعني مثل الماتر بال بشي مطعم. تعرف نحن هيك اوقات براسنا مسخفين ربنا لدرجة بانه الرب قاعد هيك، شو بتحب تاكل اليوم؟ بتحبها كيف بتحبيها؟ well done. او تعرف نحن هيك نحن مسخفين ربنا لدرجة بانه الرب قاعد فوق عم بيقول لك كيف بتحب معاشك يكون، لانه كل صلواتنا هي محددة بشو بناكل شو بنشرب كيف بنعيش وين شغلنا شو بيتنا بيكون ثيابنا وين بتكون اذا منسافر ايه ولا لا بنقعد ايه ولا لا بنحب ايه ولا لا بنترك ايه ولا لا. بتعرف هي صلواتنا. لكن ليك الرب شو قال؟ قال لما بدك تبلش تصلي ليك شو لازم تصلي؟ ليأتي ملكوتك، ليتقدس اسمك، ولتكن مشيئتك. النهار اللي انا وياك ببلش افهم انه الغرض من الحياه هي اكثر من ان اكل واشرب ونام وعيش مثل كل الناس، عندها رح بلش أدرك قوة الملكوت.
عندها رح بلش أدرك قوة العمل الروحي. وإذا أنا اليوم عم بيجي بحكيك شو عم بحكي، كل هذه الأمور اللي عم بحكي فيها، الانتصار على الخطيئة، الحياة بالبر، الانتصار على الظلام، هو ليس فقط حتى لي أنا حس منيح، إنما من أجل أن يأتي ملكوتك وليتقدس اسمك ولتكن مشيئتك. لأنه الموضوع مش إنه أنا اليوم تعرف مثل الأشخاص اللي عايشين هيك بهذا الأسلوب، وأنا اليوم عن جد أنا عم حاول ساعدكم جميعا، أنا عم حاول اليوم أحكي لحياة كل واحد، أحكي لألك بأنه الموضوع بأنه اليوم صليت خي هاللويا. تعرف تذكروني بهذول الأشخاص، كنا نحن بالزمنات نحن وصغار، كان يجي واحد يقول لك ليك اليوم بعدني معترف ومتناول، بليز ما تكفرني. ها كم واحد بذكر هيك كلامين، يعني لك بعدني طالع من الكنيسة، يا الله يا الله. شايفينه هدول الأشخاص؟ تعرف نحن أوقات المؤمنين نتصرف بنفس الأسلوب بس بغير طريقة على مؤمنين، يعني في على شوكولا، في على مؤمنين، في على مؤمنين، نحن نتصرف هيك بس على مؤمنين، إنه لك أنا اليوم مصلى، اليوم قاري، بقى اليوم تمام، كل شيء تمام. تعرف الموضوع مش موضوع انه انا اليوم مصلى، انا اليوم قاري، انا مفروض انه يكون عايش حياة فيها مسيرة عم بتخلي ملكوت الله يتقدم. لانه كأنه الله قاعد ناطرك اليوم كمان من جديد، ليك هذا السخيفة اللي انا وياك هيك شايفينا، اليوم قاري، برافو، بون بوان، نجمة، او نجمة هون، برافو برافو فارس، ملكي عطو زعفة لفارس، برافو برافو، مثل بنتي يعني اليوم ناطرينا كل النهار عم نعلمها تعمل على الفوق. بقى نحن وقت نتصرف هيك انه برافو برافو انت اليوم هيك عمل، برافو. تعرف انا كمان ما بدي اقول لك مش برافو، برافو انك عم تاخذ هذه الخطوة، لكن الموضوع مش انه الله مبسوط ايه ولا لا، الموضوع بانه انا حياتي بالروح ايه ولا لا. موضوع هل يا ترى أنا عندي أسلوب حياة، عندي شركة مع الرب، أو أنا مجرد موظف بعمل واجباتي مع الرب. تعرف هذه الذهنية، هذه العقلية بأنه أنا بصلي مشان هيك اليوم صليت، مشان هيك هيك صار، اليوم ما صليت، اليوم تصبحت بفلان، اليوم ما تصبحت بفلان، اليوم عملت، كأنه الرب قاعد عم بيحط لي إكس كل النهار، إذا أنا زبطت معي اليوم زبطت، بكرة ما زبطت، اليوم زبطت، بكرة ما زبطت. لكن أنا بالمبدأ ليش شو قال الكتاب المقدس؟ داود قال أنا صلاة، أنا ليسوع، بولس قال هيك، قال لي حياة هي المسيح، ما عنده ولا أي شيء آخر، ما عندي أي غرض ثاني من هذه الحياة غير يسوع المسيح. هاي الحياة، حياة مش طعام مش شراب. تعرف لما أنا وياك منبلش نعرف أنه أنا عايش من أجل أني خلي الملكوت يتقدم، والملكوت هو أعظم بكثير من ما أنا أفكر أنه أنا اليوم صليت إيه ولا لا. رغم أنه نشكر الله من أجل أنك أنت عم تصلي، ونشكر الله من أجل أنك أنت عم تقرأ، لكن هل أنا وأنت عايشين حياة بتخلي الملكوت يتقرب، أو عايشين حياة بالحقيقة بالظلام فيها شوية بيل هيك بيضوي من وقت للتاني، فيها شوية نور صغير بيضوي من وقت للتاني. وأنا اليوم بدي شجعك من كل قلبي أحبه بأنه أنا وأنت غرض حياتنا، هدف حياتي وحياتك هو ليأتي ملكوتك. تعرف لما يسوع علمنا نصلي اختصر كل شيء بهذه الصلاة. في ناس بيقولوا هذه الصلاة الربانية، قالوا حدك قالوا هذه مش الصلاة الربانية. ناس بعدها متردد، يعني ما بدي أقولها، بلكي ما بدي أقوله. قالوا هاي مش الصلاة الربانية. راح أشرح لك ما تزعل مني، ما راح أشرح لك، ما هلا عم طلع فيه رؤ طول روق شوي. تعرف الصلاة الربانية يعني شو صلى يسوع؟ هاي هيك معناتها. لما انت بتقول صلاة الربانية يعني هاي صلاة يسوع، مع انه هيدي مش صلاة يسوع، هيدي الصلاة اللي علمنا انه نحن نصليها يسوع. بك تعرف كيف يسوع صلى؟ يسوع صلى بيوحنا 17، هاي فيك تسميها صلاة ربانية. اسمعني، لكن ايش التلاميذ؟ تعرف اللافت بالأمر بالنسبة لألي، اللافت بالأمر بأنه في شيء لفت انتباه التلاميذ. يعني مثلا إذا أنا عايش حد واحد روحي، وخاصة طردنا حد واحد حد يسوع، يعني بتحب تعيش حد يسوع؟ بتحب كنت تكون من تلاميذ 12 جو؟ ك
كان حلو بيكون أولك تقعد هونيك كل يوم طوع الصبح يسوع قاعد هونيك عامل بريق شاي ناطرك وفنجان قهوة ومزبط الوضع. فيك تخيل أنك أنت عشت مع يسوع 3.5 سنين على الأرض. شو تخيل أي نوع حياة كانوا تلميذ عايشين مع يسوع؟ لكن النقطة بأنه شايفين هذا الرجل كل يوم بيقوم بيعمل قصص، بعدين بتلاقيه عم بيشفي المرضى، بعدين بتلاقيه عنده هالكاريزما الغير عادية بأنه الكبير الصغير المعلم المش معلم الفقير الغني كلياتهم عم بينشدوا لقاله لكلماته، مش هيك؟ وبتلاقيهم الناس اللي عم بيلحقوه بالألاف. بيقول الكتاب المقدس بهذاك الوقت عمل خضة بكل أورشليم والسامرة وكل المناطق تبع اليهودية. بيقول الكتاب المقدس بهذاك الوقت بالحقيقة حتى رعبهم، يعني كمان كنت عم بقرا بالأسبوع كنت عم بقرا من إنجيل يوحنا، عم فكر كانوا الفريسيين عم بيفكروا، قال تعرف وصل وقت الفريسيين يفكروا بأنه أفضل بأنه يسوع يموت من أنه هن يروحوا. الفريسيين عم بيقولوا أنه خي هذا الزلمة إجا عمل تسونامي، جاب كل ال يعني إذا بيعملوا انتخابات بهذاك الوقت بيربح كل المقاعد بالبرلمان يسوع. لو في قصة انتخابات بهذاك الوقت كانوا كل أياتهم ما طلعنوا شيء. بالحقيقة ما حدا طايق كل اللي كانوا قاعدين بالسلطة بهذاك الوقت اللي منهم الفريسيين والصدقيين وكل الأحزاب تبع اليهود بهذاك الوقت. وعم فكر بأنه هذا الزلمة قديش حكي لألاف الناس. أنا وياك بنعرف أنه أقله مرة كان واقف عم يحكي لعشرين ألف، وبهذاك الوقت رقم كتير كبير 20,000 لأنه ما كان في قاعات مثل هذه القاعات. عم تخيل شو هالقوة اللي كانت عند يسوع بأنه قادر أنه يوصل صوته لعشرين ألف، لأنه بهذاك الوقت ما في مايكروفون، بهذاك الوقت ما في منصات، بهذاك الوقت كان يوقف يا على هضبة جبل هيك ويوقف ويبلش يحكي طوبة. عم تخيل في ناس تفتكر أن يسوع كان واقف هيك عم يقول طوبة للحزانة لأنه يعزون، طوبى للودعاء لأنه، بس يسوع كان واقف على رأس الجبل عم يقول طوبى لصانعي السلام، والناس آلاف الناس عم تسمع عليه. بيتخيل. وبعدين قال له إن التلاميذ أعطوني ياكلوا 20,000 واحد، شو ما نحن بمقطع بقيوا معه 3 أيام من دون أكل. بيتخيل بأنه الناس لحقته لدرجة نسيت الأكل والشرب، عم بيشوفوا آيات، عم بيشوفوا عجائب، وبعدين شو قال؟ أعطوهم لياكلوا شباب. قال شو نعطيهم لياكلوا؟ منين ما نجيب لهم؟ طلعوا بالصندوق اللي مجمعينه، خي ما في، منين ما نجيب؟ قال شو عندكم؟ قال عنا 5 ترخفة سمكتين، قال هاتون. وطعم آلاف الناس ب5 ترخفة سمكتين. وعظ لقالهم شفي مرضاهم، بقول الكتاب المقدس قال كل من لمسه نال شفاء. ما في حدا، قال وشفى الجميع. عم تخيل انه مثلا يفوت ناس ما يضل في ولا مريض، يعني يفوت تنزل تخرب تخرب المستشفيات تكسرها، تصير مستشفيات عاطله عن عم تخيل بتعرف احلى بزنس بلبنان هو المستشفيات. اذا بدك امبارح كانوا عاملين تقرير مش عن المستشفيات، عن الباركينج تبع المستشفى. ما تفتح مستشفى، افتح باركينج حد المستشفى. ساعته ب 3,000، في ناس تدفع 20,000 تقعد لك كم ساعة هوني أكثر. ما في ولا بلد بالعالم مثل لبنان، بس جينا رئيس هاليلويا. بس تخيلوا معي بأنه بهداك الوقت ما بقى فيه ولا حدا مريض، ما في طبيب عم يشتغل. قال كل واحد بده شيء يبعثوه لعند يسوع ينال شفاء. مش حلو؟ شو بكم؟ وتخيلوا صانع معجزات أقام، تعرف بيقول بيوحنا 11، كنت عم فكر فيها امبارح كنت عم بقرا الموضوع، بيوحنا 11 هند أقام إليعازر 4 أيام، تعرف أنا أتذكر قعدت فكر فيها شوي صغيرة، بأنه عمي لما توفى، عمي توفى كنا قاعدين حتو كلياتنا العائلة كلياتها وصرنا قاعدين هيك هلا بيموت بعد شوي بيموت هلا بيموت بعد شوي بيموت، بالآخر فجأة وقف قلبه وقف يتنفس، اجت الناس قالت نعود بسلمتكم. ما في 10 دقائق فارس، ربع ساعة ماكسيموم صار ينفخ ينفخ ينفخ، صار جسمه غير، شكله غير، عيونه غير، زرق كله صار تغير شكله. بتعرف تاني نهار بعيد عنكم جميعا كنا اخذينه على المدافن، فتحنا التابوت ما حدا نعرفه،
غير شخص طلع فيه بشو هرقان هيك لا تصار غير شخص كيف إذا صار له أربعة أيام كيف تعرف شو بصير أربعة أيام دم ما في عروق ما في قلب بالشغال ريحة طالعة أنتن شايفين شي واحد طالعة كم واحد شايف شي هيك شي جتة قدامه هذا شو ذاك بعيد عنكم جماعة مش منظر حلو تشوفه بس تخيل جتة صار لها أربعة أيام بالأرض أربعة أيام قد أنتن قال وأقول هذا مش كرمالي أنا أيها الآب كان عم بقول لهم أنا عم صلي هلأ مش كرمالي لكن كرمال هيدول اللي آمنوا فيه حتى لتفرجيهم أن عندي سلطة على الموت وعندي سلطة طيب يالي هذه المعجزة غير عادية قال عازر هلما خارجا وابو الكتاب المقدس قال وفجأة خرج الميت في الحال تعرف الأشخاص اللي زيرة أورشليم وبتعرف قبر قال عازر تعرف بأنه قال عازر كان يدفنه بقلب حتى ابو الكتاب المقدس كان بقلب كهف وعليه حجر كبير اتطلب شي 6-7 أشخاص بس ليدحرجوا الحجر عرفتني وكانوا يحطوهم جوا تعرف بقلب بدك تفوت على قلب الكهف بدك تفوت هيك هيك هيك, هيك, هيك. بعدين بتفوت جوا في هيك محلات في مثل رفوف بحطوا عليها الجتت مثل بقلب الصخر هيك حافرين محلات بحطوا عليها الجتت بس الجتة ملفوفة كلياتها بقلب كفن يعني حاطين هيك ولفينك بشرشف بس مش انه هيك لفينك بشرشف مش مثل شو بدي اقول شو بقولوا يعني مش مثل عم تعمل سامبوسك يعني واحدة هيك واحدة هيك ومقرسين ونعجنين انه هذا الكفن أرسينه من هيك من هون طلعت على هذا الكفن لا هي مثل الملفوف بس أشرح لكم إياه مش عم بعرف مش عم بلاقي المثل حدا أكل محشي ملفوف أو محشي شو بسموه هذا ورق عريش حط هيك القصص هذا الحشاش عم بيحشي ورق عريش عمل هيك بالآخر لف بقى عم بلف بقى مثل الورق عريش ملفوف تخيل بأنه هذا الرجل اسمعني في معجزة أولانية بأنه عاش لكن معجزة تانية كل الناس سألت كيف طلع لبرا أساسا ما بيقدر يمشي بالكفن اثنين حتى لو بيقدر يمشي بالكفن الطريقة الوحيدة هي أنه ينط لأنه كيف بده يمشي ما هو مربط كله سوا وثلاثة كيف بده ينط وهو في محل بده أنجا يمشي هيك الواحد تعرف قعد وفكر وحلل العلماء الطريقة الوحيدة اللي يكون قام فيها لعازر أنه طلع من هنيك لبرا طيران طار وإجا برا بكلمة يسوع لعازر طار قال لي ما في سوبرمان في سوبرمان قال لعازر كان ما فيها طار علي عازر كان شرسة فيك وأسا واقفة تعرف أن نحن عم نضحك بس هي الحقيقة معجزة غير عادية يا أحبة أربعة أيام الزلمة ميت مستحيل لا بالطب ولا بالمنطق ولا بأي شيء أنك تشوف فيك شيء عم بصير إلا واهب الحياة قادر أن يعيدها إلى الناس والشاكك بأنه يسوع هو الله يقرأ عن ماذا فعل بألعازر أنا هو القيامة والحياة لم يجرؤ لا نبي ولا رجل دين ولا أي حدا في هذا العالم أن يقول هذه الكلمات أنا هو القيامة والحياة في حدا يقول هيك فيك تقول أنت أنا القيامة والحياة نستطلع فيك روح يا عمي روح لعب غيره أنا القيامة وبعدين تقيم موتى من آمن بي وأن مات سيحيا ومن يؤمن بي لن يرى الموت ابدا تعرف شيء ما انا وياك بقى افكر بانه كل هدول القصص يسوع صنعها اطعم الجياع عم نحكي بيومين ثلاثة الناس شايفينه اقام الموتى اطعم الجياع شف العميان وعظ وعظات غير عاديه بهر الناس حول منه لكن اللي حول منه هن الاساس اسمعني يا احبه شايف يمكن اوقات بتطلع على خدمات ناس كتير كبار والهاللويا من أجل كل هذه الخدمة اللي عم يعملوها كيف بعرف خادم طلع الناس حول منه طلع الناس حول منه تعرف المدهش بالتلاميذ
بأنه ما أجوا قالوا له يا رب علمنا كيف نعمل معجزات مثلك، لأنه مش هذا اللي كان عم يبهرهم. يا رب علمنا كيف نقيم موتى مثلك، كيف شو الرسات، تعطينا الرسات كيف فينا نقيم ميت. نصلي ثلاث مرات، منوع على الصبح، نعمل هكذا، نجي كيف لازم نقيم موتى؟ منحط ايدينا هيك مع بعض، اصبعين لقدام، وايد لوحدة مثل جيزة في نظرة. كيف فينا نطرد شياطين؟ يا رب علمنا كيف نعمل هدول الأشخاص. كتار أشخاص اليوم كانت بتفكر بهذا الأسلوب. كتار أشخاص يا رب علمنا نوعظ مثلك قدام ألاف. يا رب علمنا، يا رب علمنا، يا رب علمنا، يا رب علمنا كيف نأثر على الأطفال. أطفال عم تركض لعند يسوع، الكبار عم يركضوا لعند يسوع. شو هو هذا التأثير بحياتك؟ ما هو هذا؟ علمنا، علمنا، علمنا. لكن فهموا التلاميذ أنه بالحقيقة كل هيدول سببهم شيء واحد، حياة يسوع بشركة مع الآب. كل هيدول سببهم شيء واحد. ومشان هيك أنا بدي هيدا، بدي هذا الشيء اللي هو عم بيولد كل هيدول، بدي اياه هيدا اللي بدي اياه. ومشان هيك قالوا له لك يا رب ما قالوا علمنا نصلي، علمنا نصلي. مشان هيك قال لهم تصلوا، جيبوا المسبحه وتعال. تخيل يا سو. تعرف اوقات عن جد شيء بيضحك، انا عم بضحك وايه عم نكت. اذا انت مزعوج مني شو بدي اعمل لك؟ هذا هيك هذا الموضوع، شو بدي اعمل؟ هذا الحقيقه. تعرف ليش عم نكت؟ تعرفوا ليش؟ لانه مزعوج، مفتكرين انه مختصرين علاقه مع الاب بشويه صلوات. انا بقولها هي علاقه، هي علاقه. الله مش عم ينطر يسمع صلواتك، الله بده يكون صاحبك. عم سمعونا؟ كل هدف مجيء يسوع على الأرض هو ليس فقط أن يزيل الخطية من العالم، هو ليس فقط أن يحمل خطايا العالم، لكن من أجل أن يعيد الشركة للإنسان مع الله. كي يعيد الشركة لألك مع الله. تقلك اليوم انشق حجاب الهيكل دغري، بس يسوع اسلم الروح، انشق حجاب الهيكل. لقلك تفضل فلنتقدم بثقة الى عرش النعمة. تفضل، تفضل لعند الله. الله ناطرك، بحبك، تفضل لعنده. هو بده، هو فاتح ايديه لقلك. ونصير نحن سخيفين، اختصرنا الرب انه صلينا اليوم او قرينا اليوم او استجاب او عطاني او دفع لي اجار البيت وزعلت لأنه ما دفع لي أجار السلولار وما كبر لي التلفزيون ومقهور بأنه غيري بسافر أنا ما بسافر وليش هو مش أنا. ورابع متطلع بقلك ليك أنا أعطيتك وزنات وأعطيتك إيمان حتى لي تستعملهم. أنتوا هون يا أحبة، كم واحد سمع علي اليوم؟ وأنا بدي أكون بشركة معك. لك يسوع سؤال، لك بقول سؤال، قال نعمة ربنا يسوع، محبة الله الآب، شركة روح القدس، شهادة كل اجتماع مننهي هيك نحن؟ شو بكون صحي ولا لا؟ أنا بدي أسألك سؤال، أنا وياك منعرف شو محبة الآب، أب بعت ابنه الوحيد يسوع لتجسد من مريم العذراء وصار إنسان وصلب عنا على عهد بيلاطس بنت، مش هذا اللي منعرفه صح؟ هذه محبة الله ظهرت بأنه يسوع إجا. نعرف أنا وياك نعمة يسوع، أنعم علينا يسوع، غفر خطايانا، أعطانا شيء ما بنستاهله. محينا، محى كل ذنوبنا، محى كل خطايانا، شفى أمراضنا، فتح لنا الباب. لكن أسألك سؤال، شو شركة روح القدس؟ ومين هو الروح القدس؟ هو قوة؟ هو أنا بسأل سؤال،
كيفك تعمل شركة مع قوة؟ ها؟ كيفك تقعد أنت وقوة؟ يعني مثلاً تخيل أنا وياك قاعد أنا والنار وعم نحكي وعبطل شو يا نار كيف عابط النار وطعميها خشب وهي خديها من يلا قولي آه. هذا بكون عنده شركة مع النار؟ لأن الناس بيقول لك روح لدسوا نار، روح لدسوا حمامة، تخيل أنت قاعد عايش أنت والحمامة. أوه أوه. عم تلعب مع روح لدس؟ لا، روح لدس مش حمامة، هو كحمامة وديع، هو كالنار حارق، هو كالمطرقة. عاد قديم بيقول لك كالوحش الوحيد القرن. قال به ينطح الشعوب، هو كريح، ومش ريح، هو كالريح، كريح تشبيه. عم حاول شبه لك، لكن الروح القدس هو شخص. انا ما بيكون عندي علاقة مع الريح. هذا نسمع عليه اليوم. انا ما بيكون عندي علاقة مع النار، انا ما بكون عندي علاقه مع حمامي، انا ما بكون عندي علاقه مع قرن وحيد القرن. انا بكون عندي علاقه مع شخص الله، ومش هيك الهدف ان يكون عندك علاقه مع شخص الله. ولما انت منك بعلاقه مع شخص الله، اسمعني، كل اللي بينك وبين الله هو شويه واجبات اعراف، لانه بالحقيقه انت ما بتعرفه بعد. ما بيهمني اذا صليت صلاه خلاص ايه ولا لا، او بتحكي ألسنة ولا، او بتجي على الكنيسه ولا لا، او بتقرا الكتاب المقدس بعض الاحيان. ما بيهمني. عندك شركة معه؟ عندك علاقة معه؟ الشيء الغير بينك وبين أي حدا مش هون، ومش إنك أنت هون. أسمعون، هالكنيسة صار عمرها تقريبا 18 سنة، صار جاي عليها فيني أقول مئات الناس. و 18 سنة إجا عليها مئات الناس، بعتقد فوق 2,000-3,000 شخص قطعوا بهذه القاعة، يمكن أكثر كمان، وفلوا. وفي تأثيرات لألون فيني أقول مينيموم ب 18 سنة أثرنا على شي 10,000 شخص مينيموم. هذا مينيموم، أنا برأيي أكثر، بس إنه خلينا نقول مينيموم، يعني هدول 100% مينيموم الطالعين على اللقاءات بكنيسة حي الفياضة أكثر من 700-800 شخص، 900 شخص طالعين حاضرين لقاءات بكنيسة حياة فياضة، لحاضرين مؤتمرات بكنيسة حياة فياضة لمدة 16 سنة 18 سنة بالحقيقة أكثر من 2000 شخص. الأشخاص اللي تأثرت بالكنيسة سمعت وعظات ألاف الناس، فيني أقول مئات 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 الناس. لكن سؤالي لألك، شو اللي فرق؟ شو اللي فرق؟ طريقتي بالصلاة؟ إذا واحد سألك أنت شو بتفرق عن حال لحدا تاني؟ إنه هو بيقول جيبوا سالي وماري أنت ما بتقولها؟ شو؟ إنه هو بيعمل هيك أنت ما بتعمل؟ إنه هو بيعمل أو ما بيعمل؟ هاي هو الفرق؟ أو في شيء واضح بأنك أنت بتعرف الله؟ في شيء واضح، في شيء واضح بأنك أنت بعلاقة مع الله. هل الناس لما بتسلم عليك بتقول في شيء فيك غير؟ هل في شيء بفرجي بأنك أنت بعلاقة مع الرب؟ هل أنت بتتصرف مثل ما كل الناس تتصرف بوقت الألم، بوقت الضعف، بوقت كل القصص؟ والنقطة بأنه نحن عم نحاول الأشخاص اللي عادة ما بتعرف شو معناتها هذه العلاقة مع الرب، بتحاول أنه تمثلها بالجسد. بس عندي خبر لألك، الجسد محدود، رح ببين. لأنه فترة من فترات كنت مبسوط، ترانيم، إذا مش مبسوط تعرف كيف ببين الترمومتر تبع إنسان الروحي إيه ولا لا. شوفوا شوفوا كيف حياته لما بيقطع بأزمات، لأنه بالحقيقة حتى الإرادة الجسدية تقول أنا خلاص وقفت، أنا صرت ابن الرب، أنا
بمشي منيح، بعمل منيح، بتصرف منيح إلى آخره، أنا وقفت هذه القصص ما بدي إياها، لكن اقطع بمشكلة واحدة هي كفيلة إنه ترجعك عليها وترجعك أضرب بكثير مما كنت قبل. والشيطان شاطر إنه يخليك تقطع بمشاكل ويفرجيك أنت مين. واحدة من الآيات الرائعة بكتاب المقدس بقول هيك بسفر التثنية، قال والرب كيف الرب امتحنكم؟ أو يتفكر فيه قال الرب عم يمتحنني؟ قال له هيك حدا قال له الرب امتحنكم. قال وأزلكم، قول ما أزلكم. عفا ويت بشي الرب فرجيك قصص عم فرجيك شو أنت عم فرجيك. وليك شو كمان شو قال؟ قال وأطعمكم المن السماوي اللي كنتوا ما بتحلموا فيه لا أنتوا ولا بيكم ولا أولادكم ولا حدا من أطعمكم طعام السماء. ها؟ شو بكم صح؟ ليك شو كمل وقال؟ قال وفرجيكم أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل شو؟ بل بكل كلمة شو؟ ها؟ قال الرب عمل هيك، الرب أزل لكم، الرب امتحنكم، الرب فرجيكم المن السماوي، أطعمكم المن السماوي، وفرجيكم أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الرب، لكي بعدين قال هيك، قال لكي يفرجيكم شو في قلوبكم، لكي يظهر شو في قلوبكم. طلع الرب كل هالقصص عم يعملها لفرجيك أنت مين، أنت مين، شو في بقلبك. طلع بدور شو في بقلبك، بيطلع آيفون. ليك شو عم تعمل هون؟ مفروضكم جايبتي مش بقلبي. افتح قلبك بيطلع عريس، هذا بقلبك. افتح قلبك بيطلع عروس، بيطلع في ناس بيفتح قلبهم قد ما في جعانين بيطلع فروج مشوي، بيطلع شو في بقلبك فروج مشوي يا معلم. الله هذا بمعدتك لازم يكون. في منكم احلام سفر، احلام ما بعرف شو، احلام. عندي خبر يا احبه اسمعني، الله مش ضد كل هدول القصص، لكن فرجيك كل هدول ليقول لك ليس بالخبز وحده يحيى الانسان. ها؟ في حدا عم يتعلم شيء؟ في حدا عم يسمع علي اليوم؟ ما بتعرف اللي عم بحكيك اياه عن النعمه، قوه الله في داخلك من اجل ان تجعلك تصنع ما هو حق، من أجل أنه أنا وياك نتعلم بأنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بالكل كلمة مش خرجت تخرج. لماذا يعني تخرج؟ يعني لازم تسمعك اليوم، يعني علاقة، يعني علاقة، يعني علاقة، يعني علاقة مع الرب. تعرف أنا ما بقعد بصلي، أنا بقعد بتساير مع الله. ما عم تسمع عليكم؟ قلو هيك حدك قلو بس تصلي مش تسمع درس، احكي معه لأنه رح يحكي معك. ما سمعون؟ شايف فرق بينك بين حي الله حدا تاني بين فوت بسمع درس. يلا يا رب وصير قول كيف تقول هند، يا رب يا رب فين صلي مثل هنا، صلي مثل فارس، أيها القدوس، يستعمل نفس الكلمات. شوف شوف كم واحد لما تصلي كم مرة بتقول يا رب، يا رب كيفك يا رب، يا رب يا حبيبي يا رب، كيف يا رب، أشكرك يا رب لأنك أنت يا رب يا حبيبي يا رب، أشكرك لأنه أنت الرب يا حبيبي يا رب، قال لك يا رب بدي أشكرك يا رب لأنه أنت الرب، بدي أشكرك يا رب. مثلا بكون هو عم بركز، لأنه في خيال عم تحكي مع بيك هيك، يا بابا بدي اشكرك لانه انت بابا، يا بابا بدي اقول لك يا بابا انه انت بابا، كل يوم يا بابا بدي احكيك يا بابا لانه انت يا بابا، بدك تيجي لعند يا بابا، يا بابا بدي اشكرك عليك. شايف لك واحد هيك بيحكي مع بين اوقات بضحك انا بس انه لما بتقعد بمحضره، تعرف شو الحلو لما تقعد بمحضره يا حبه؟ بأنه أساساً هو بيعرف كل شيء قبل ما أنك تقول له ولا شيء. مش محتاج تقول له. أبراهام عم يصير يقول له يا رب ما عرفت شو صار امبارح، بقول لك لا. يا رب امبارح يا رب يا رب مش شربي اللي عمل هيك. شو هالشربي للبلخلة؟ كيف بيسترجع؟ يا ملك ليه ما حدا خبرني؟
لهلو. كيف هلا منا نعمل؟ بلش تقطي صبيعه الرب وملبك مش عايش شو بدي اعمل بما نسمعني احبه. الحلو انه لما بتقعد معه عارف كل شيء اساسا، هو عارف امبارح من بكره من اليوم، هو مش ضايع، انت اللي ضايع. بس النقطة انه تقعد معه، تقعد معه جو. وبعض الاحيان تعرف شو، ما في لزوم تحكي ولا كلمة، يمكن دمعة بمحضر وبتحكي كتير، اوقات ابتسامة، اوقات شكرا تحكي كتير، اوقات يقول لك بحبك. انا كل يوم بسمعها منه الصبح، انا بحبك. انك تسمعها منه يقول لك كل شيء بخير، ما تقلق، ما تحت الهم، ما تفكر مثل كل الناس. قال هكذا الناس. يسوع اذا بدك تعرف شو وعز الجبل اللي قريبا رح وعظة، رح كلياتها مقارنة بين اولاد الرب والناس. هيك الناس بيفكروا بس انت مش هيك. هيك الناس بتصلي بس انت مش هيك صلي. هيك الناس بتصوم بس انت مش هيك. تعرف واللذة بانه يسوع استعمل قصص روحية ليقلك انه الناس عمل اشياء روحية كمان، بتصلي وبتصوم وبتعطي، بس هي مش ولادي، ما بتعرفني، انت ما تكون هيك. انا بصلي قاعدة معه، صوم لأوقف معه ليأتي ملكوته وليتقدس اسمه ولتكون مشيئته. ما بوضعت الهم فلان بقي معي، فلان تركني، فلان بحبني، فلان ما بحبني، فلان شايفني، فلان مش شايفني، علي معاشي، نزل معاشي، تغير لبنان، رجع لبنان، طلع. همي ان يكون بعلاقة معه، همي ان اوقف اعبده. إن اختلف فيه، أنا لحبيبي وحبيبي لي. أسمعون، حدا عم تعلم شيء اليوم يا أحبة؟ هم إن اسكب قلبي إذا في قصص جوات قلبي هو بيعرفها بس أنا عم بسكبها قدامه اليوم. لك شو قال بولس الرسول؟ أتكن طلباتكم معروفة لدى الله بالصلاة مع الدعاء. لك شو قال هيك؟ والشكر. وإله السلام الذي يحفظ قلوبكم وأفكاركم، يحفظكم بسلام. حب اليوم أنا إذا بدي صلي عن هيدي النعمة، إذا أنا بدي أحكي اليوم عن هيدي النعمة، عن هيدا الصراع بين الجسد وروح، ان الله راد رح كم نهار الاحد، لانه مفروض انه اقرا برومي، بس الحديث معكم ما بينشبع منكم يعني بالحقيقه. عم حاول يوم سير غيرتك بانه في حدا بحبك كثير. انا تعودت يسوع بحبك، شكرا. انا كمان بحبه. حلوف. تحبوا؟ عجب؟ ايه بوسوا كل يوم، كيف؟ عندي صورة كل يوم. لقيت السؤال، أتحبني؟ أعمل بكلمتي. أتحبني؟ أحفظ وصاياي. طيعني. لك سؤال بولس الرسول، على النهار اللي بطلنا نسلك بحسب الجسد صرنا عبيد للطاعة، ونهار اللي صرنا عبيد للطاعة صرنا عبيد للبر. تقرأ بروما 6، قول هيك لحدك، قل له نهار اللي قل له نهار اللي
سلكنا بالروح صرنا عبيد للطاعة. ونهار اللي صرنا عبيد للطاعة صرنا عبيد للبر. ونهار اللي صرنا عبيد للبر صرنا نحصد حصاد الروح. طيب مش جديد، بس بدي شجعك، بس تحتلي شجعك بدي لك شو بقصد. طيب يسوع شو كان بيشتغل هنا؟ خادم، ما هيك؟ مزبوط؟ اسألك سؤال، اسمعني بليز كثير منيح. طيب 3.5 سنين يسوع خدم كخادم، صح؟ مزبوط؟ 3.5 سنين خدم كخادم. اسألك سؤال، امتى وين مكتوب بالكتاب المقدس بانه يسوع في شي مره وحده قام الصبح على تلاميذه نام نجيب اليوم تناكل يا شباب، شوف في عنا، شوفوا افتح البراد، لبن جبنه يا الله، لبن جبنه يا رب، امطر دجاج، يلا لقطوا ايدين بعضكم مع بولس بطرس بطرس يوحنا، لقطوا دجاج مشوي، دجاج مشوي، خلينا نامن من اجل الدجاج مشوي. شايف لك يسوع شي مره كان عتلان هم؟ كان لابس احسن تياب. ما اسمعوني، بتعرف لما تخانقوا على تياب يسوع في ناس بتفكروا انه كانت مسخره، لا تخانقوا عليهم لانه غاليين، لانه كتان قال شقفه وحده. ما اسمعوني، لانه بفكر انه شو عم بصير، عم يلقوا قرعه تحت، مين بده ياخذ التوب تبع يسوع لانه كان كتان شقفه وحده مش مخيط؟ يعني يسوع كان لابس سينيه. كان لابس كتان أوغو باس. أرماني، كتان أرماني، ساندال جاني فرانكو فيري. تخيل ناس، الآن عم نحكي أسامي هدول من الناس اللي بيشتغلوا بعالم الموضة، بس تعرف لما نفكر بأنه يسوع بعدك الوقت كان لابس هيك على الموضة، كان لابس أحلى ثياب لدرجة أنه صاروا الناس قاعدين هناك عم تخانقوا على ثيابه وعم يلقوا القرعة مين بياخد ثيابه ليسوع. يسوع ما كان عتلان هم؟ تعرف ولا مرة يسوع كان مشرد، لأن نحن الصورة اللي عنا إيه بأنه يسوع كان مشرد، مع أنه بتعرف بقول بآخر أسبوع كان ساكن ببستان زيتون، مش لأنه ما كان عنده بالحقيقة أنه يسكن، بقول كتاب مقدس راحنا هناك لأنه كان هذا آخر أسبوع. قال وهذا الغني افتقر، لك شو قال كتاب مقدس؟ وهو غني لكي نغتني نحن بفقره. قال افتقر وهو شو؟ وهو شو؟ قال لكي شو؟ نغتني نحن بفقره. حتى تعرف ما سأل يسوع، قال لما أجاب بده يحضروا الفصح، راح على تلاميذ روحوا جيبوا في جحش هنيك نفوت فيها هلا على اورشليم، بعدين طلع لعند هذا الزلمه في عنده قاعه قال له بدنا ناخذها لانه ما نعمل فيها حفله فصح. بتعرف حفله فصح ل 12 واحد مينيموم، كان 12 واحد، بعتقد في نساء، بس بعتقد كان، خلينا نقول 12 واحد هو وتلاميذه، 12 واحد كل واحد بياكل منيح فارس، يعني عم تحكي اشخاص بين ال 20 و 30 سنه اكيله، يعني لدرجه بانه ما قال الكتاب المقدس انه بقي شيء من الخروف اللي جايبينه. عادة بيجيبوا خروف بيذبحوه بالفصح وبيشووه كله، وما مفروض، بتعرف بحسب العادات اليهودية ما مفروض ينترك منه شيء لهذا الخروف لحدا وبالحقيقة لتين نهار سوري، لكن إذا بقي شيء منه قال لازم تعطوا منه الفقراء والمحتاجين حول منكم. بس بقول كتاب مقدس يسوع ما كان عتلان هم، جابوا الخروف أكلوه فرموه الشباب. من فترة طلعوا الشباب راحوا عملوا أكلوا خروفهم، فرجاني يا جهاد قبل وبعد، فرجاني الخروف معلق، بعدين رجع فرجاني تاني صورة أعظام معلق قبل الله سامحهم، فرموا للخروف. يسوع ما كان عتلان الأكل والشرب، ما كان عتلان هم الأكل والشرب واللبس. انتو هون؟ قال انظروا زنابق الحقل، انظروا طيور السماء. هذه مش دعوة للكسل، هذه دعوة لعدم القلق. يسوع ولا مرة كان عم بيفكر بهذه القصص،
يسوع في شيء واحد كان بس بده يفكر فيه، كيف بدي خلي الملكوت يتقدم. هذا الشيء الوحيد بس بشغله بكم. كيف فيني قيمة تلاميذ اللي هن يقيموا تلاميذ اللي من خلالهم النور ينتشر على كل الأرض والأرض ترجع للرب وكل ما فيها والناس اللي عليها، ويملك ملك الله على الأرض إلى الأبد. وأنا وياك عتلانين أكل وشرب طعام لباس وليست صلاة، فاتورة 2 3 4 5 6 7 8. تقول لي بس يا أسيس هذه حقيقة، شو بعمل أنا هيك عايش؟ رحلك شو تعمل؟ شايف النهار تطلب ملكوت الله وبره أولا، كل هيدول اللي انت عتلان همهم يزاد لك، رح يزادوا لك. بس انت مش تصدقني، شو بدي اعمل لك؟ قال 18 سنة بخبرك بس انت ما بدك، شو بدي اعمل لك؟ خليك هيك، اما انا وبيتي فنعبد الرب. بس النهار اللي رح تصدقني حياتك رح تتغير، ساعتها رح تبلش تنشغل فيها بالملكوت وبره اولا. ونهار اللي رح تنشغل بالملكوت وبره اولا رح تعرف بانه الملكوت ما بيتقدم الا اني انا اكون عايش بالبر. تعيش بالبر بدي اعيش بالطاعه، تعيش بالطاعه بدي اعيش بالروح مش بالجسد. عم بعطيك خطوات. ونهار اللي انا بتعلم اني اعيش حياه روحيه حقيقيه، بمعنى اخر من اراد ثوبك اعطي رداءك، من ضربك على خدك لائم. تعرف كل هدول القصص اللي وعظهم يسوع، هدول مش ايات بنحطهم على الحيطان، هدول حياه بنعيشها من اجل انه نحصد حصاد غير عادي هون على الارض. طالما في كبرياء وعناد، بلي كتبت على تعرف الاصل الخطيه معصيه عصيان، ناس المتمرده لا ما بدي، شو بدي اعمل لك؟ أنا ما بشوف هيك، بس تشوف طب تبقى حكيني. أنا ما بدي، أنا بدي روح، بدي شو، أنا بدي أعيش. كيف بدك تعيش من دون الحياة اللي هي يسوع؟ أنا راح تفوت بالحيط. نهار بتقول له يا رب اليوم أنا من جديد بستسلم. يا رب أنا حاولت إني حارب الخطية بالجسد لكن لقيت حالي ضعيف. لقيت حالي بنقاد لشهوات الجسد بسهولة. لقيت حالي بالحقيقة مقيد. نهار الجمعة، نهار الأحد إن شاء الله صباحا رح كون عم بحكي عن هذه الحالة، الصراع وكيف فيني انتصر. لقيت حالي مقيد. لكن النهار اللي قلت لك يا رب أنا مش قادر بقى، سلمك من جديد قلبي وحياتي، لك يا رب علمني اتكل فيها على نعمتك، على نعمتك يا يسوع. خلينا نوقف مع بعض يا حبا. حدا تعلم شيء اليوم؟ ارفع ايديك امام الرب، كل يد مرتفع له. سيد اليوم تعال تعامل معي، سيد تعامل معي يا رب، علمني افهم مقاصدك في هذه الحياة، مقاصدك يا رب في هذه الحياة. كل يد مرتفع بلش صلي بالروح، صلي بالعربي، صلي بالارمني، صلي بحيلا طريقة بتعرف تصليها اليوم. شكرا لك يا رب، شكرا لك يا رب، شكرا لك حبيبي يسوع، شكرا لأنه اليوم تغيرنا بالكامل، تجعل الناس حتى تشوف بأنه نحن غير، تشوف التغيير فينا يا رب، تشوف وجهك عم يشرق من خلال وجوهنا، تشوف نورك عم بشع من خلال وجوهنا يا رب، تشوفنا مثل موسى وجهنا عم بيضوي يا رب بحضورك عم بينعكس، وهذا المجد عم تعطينا إياه يا رب، عم تحط هذا المجد على حياتنا اليوم. ارفع ايديك قل له سيدي أريد اليوم أنك تسكب علي من أمجادك يا رب. أريد يا رب أنه صير مدمن على حبك، مدمن على علاقة معك، مدمن على أعداد معك، مدمن. تعرف الأشخاص اللي بيفهموا علي هون، إذا أنت عم تفهم علي، تعرف إذا أنت بتقعد مع الرب مرة واحدة قعدة حقيقية، إذا مرة واحدة بتصير مدمن، كفيلي مرة واحدة تقعد معه قعدة حقيقية. هاي القعدة رح تغير حياتي، رح تصير كل يوم مش مصدق. تعرف شو يا حبة، عندي خبر لك، أنا بعيش كل سنة مواسم روحية، بالزمانات علمتك عن المواسم الروحية، كل سنة بعيش مواسم روحية.
أحلى موسم بعيشه بالسنة الموسم اللي فيه ببقى مش مصدق إمتى نقوعة، مش مصدق إمتى نقوعة لحط فنجان قهوة وإشرب أنا والرب، مش مصدق. دافع ناطر الساعة اللي بوقع فيها الصبح بس لقال له حبيبي اسوح، قال له بحبك، لا تحط فنجان قهوة تقعد انت وياه ويحكي معك من كلمته، يحكي معك من كلمته، يقول لك يبلش يفرجيك خططه، يقول لك ما تعتلهم ما تخاف انا لاقت بايدك وعم بمشي معك، انا رح باخدك، انا رح بعمل منك، انا رح قودك، لا تخاف سوءا. لك شو قال داود؟ لانك معي، عصاك وعكازك يا رب يعزيانني، مسحت بالزيت رأسي، كأسي تفيض، أعددت مائدة أمامي في محضر مضايقية، خير ورحمة، خير ورحمة، خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي، أسكن في بيت الرب إلى الأبد. نعم 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 نعم. فايدك يا أحبة هيك من كل قلبك، قل له ما أحلى مساكنك يا رب الجنود، تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب، قلبي ولحمي يهتفان للإله الحي متى أجيء وأحضر أمام الرب. إن العصفور وجد له بيتا واليمامة وجدت لها عش تضع فيه فراخها قرب مذابحك يا رب الجنود يا ملكي وإلهي، طوبى للإنسان الذي يتكل عليك، طوبى لمن أنت إلهه، لأن يوم واحد أقضيه في ديارك خير من ألف سنة في ديار الأشرار. اخترت أن أقف على عتبة بابك يا رب من أن أقف مع الأشرار والمستهزئين. سيدي سيدي، فذلك أحب اسكب قلبك أمامه. هللويا. ما أحلى مساكنا يا رب الجنود، ما أحلى مساكنا يا رب جنود، تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب، تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب، قلبي ولحمي يهتفان للإله الحي، قلبي ولحمي يهتفان للإله الحي، للإله الحي. جديد الفايدك معنا. ما أحلى مساكنا يا رب الجنود، يا رب الجنود،
ما أحلى مساكنا يا رب جنود تشتاق بل تطوق نفسي إلى ديار الرب تشتاق بل تطوق نفسي إلى ديار الرب قلبي ولحمي يهتفان للإله الحي قلبي ولحمي يهتفان للإله الحي للإله الحي هللويا 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 بديك اليوم هلا قبل ما ننهي الاجتماع لثواني بديك تعطي موعد للرب بهذا الاسبوع اقله قل له يا رب مره رح اقعد معك اقله مره اقله رح اشرب صبحيه معك يا رب قهوه يمكن السبت مناسب يمكن الأحد قبل ما تيجي لهون الصبح أول ما توع الصبح تحضر فنجان قهوة تفوت على محل تقعد على البلكون تبعد عن كل الناس تفتح كتابك مقدس تقول له يا رب ها أنا ذا اشتقت لك يسوع قل له يا رب سمحني سنين عم بتعامل معك كأنك جرسون بمطعم سنين عم بتعامل معك يا رب كأنه إذا صليت مثل زوي مبسوط إن عملت شيء منيح اليوم تأكل زقفة أو تحط لي نجمة أو تعطيني شوكولا سنين عم تعمل معك بولدن يا رب لكن مش عارف إنه أنت لستك معي بدك علاقة معي بدك قلبي بدك محبتي يا رب بدي جوع وأعطش لبرك بدي جوع وأعطش لكلمتك بدي جوع وأعطش لمحضرك فهداك قل له سيدي بعطيك موعد هالأسبوع بلش هلأ بينما كل عين مغمضة هلأ قل له يا رب قل له هيك قل له يا رب هيدا الوقت هيدا النهار أنا رح كون قاعد معك ورح حط عندي نوت وما رح خلي ولا شيء يوقفني شو ما كان يكون والناس رح بتشوف انه كنت قاعد معك وجهي رح يتغير افكاري رح تتغير حياتي رح تتغير كلامي رح يتغير سلوكي رح يتغير لمساتي رح تتغير سلامي رح يتغير صلواتي رح تتغير حبي رح يتغير قلبي رح يتغير شهواتي رح تتغير رح يصير عندي شهوات مقدسة مش شهوات الجسد يا رب شكرا شكرا لأنه هيدا قلبي اليوم قل له هيك هيدا قلبي وكل الناس اللي حول مني رح تعرف بأنه أنا لألك وبعدك هذا الأسبوع يا رب قل له هيك فايدك لبعدك هذا الأسبوع يا رب ساعدني أني نفذ لأنه مش بالجسد الجسد ضعيف ورح يصير كل شيء تحتي يخرب مشاريعي لكن بنعمتك يا رب هذا الأسبوع رح كون قاعد معك كثير خذي الشخص اللي حدك بلش تسم له صلي له قل له أنا وياك فينا نخلي ملكوت الله يتقدم وفينا نخلي غير ملكوت يتقدم كمان لكن اتفقنا انه نخلي الملكوت تبع يسوع يتقدم رب اليوم انا بدي صلي لكل شاب ولكل عائله ولكل حدا موجود في هذه القاعه رب اجعل هذه الكلمات
لا تغيب عن حياتهم كل هذا الأسبوع باسم الرب يسوع. ولك منا كل شكر لأنك صالح وللأبد رحمتك. كل شعب الله يقول أمين. موعدنا الأحد الصبح الساعة 11 إن شاء الله. أراكم. نعمة ربنا يسوع، محبة الآب، شركة روح القدس تكون معي ومعك إلى أن يعود الرب بسحاب المجد. رب يكون معكم. حدا في يقول هاليلويا؟ في تعطي زافيك ليسوع اليوم.